إذن ما زلنا مستمرين وياكم في العالم هذا الصباح، وفقرتنا الحالية خاصة بجمعية المهندسين الصناعيين فرع الكويت. تعد طبعا الممثل الرسمي الوحيد للجمعية العالمية للمهندسين الصناعيين، وتسعى للارتقاء أيضا بالمستوى الفكري لطلبة جامعة الكويت وتوفير شتى الخدمات التي تعينهم على تعزيز مستوى تحصيلهم الأكاديمي، إضافة إلى عدة فعاليات من شأنها تخفيف الضغط الدراسي. أكيد نجيب للحديث أكثر، يسعدنا الاستضافة في الاستوديو للأستاذة جمانة المطوع رئيسة جمعية المهندسين الصناعيين، والأستاذ روان الاثنيان أمين سر جمعية المهندسين الصناعيين. حياكم الله، منورينا في العالم هذا الصباح. في البداية أستاذة جمانة، ليت تعطينا فكرة عامة عن الجمعية. أول شيء نشكركم على الاستضافة ويشرفنا وجودنا معكم. فكرة عامة عن الجمعية، جمعية المهندسين الصناعيين هي جمعية عالمية مقرها الرئيسي بأمريكا، لها عدة أفرع في مختلف دول العالم، ولها بالكويت واحد من هذا الأفرع. إحنا اللي نمثل فرع الكويت اللي هو موجود في كلية الهندسة والبترول. كل المتطوعين بالجمعية هم طلبة طالبات الهندسة الصناعية في جامعة الكويت. حلو. طيب تعطينا فكرة أكثر عن الجمعية الكويتية، كيف كانت متى تأسست؟ الجمعية الكويتية تأسست من حول 7-8 سنين. لها عدة أنشطة، نقوم بأنشطة ترفيهية، أنشطة أكاديمية، أنشطة ثقافية للطلبة، بحيث أن تفيدهم في تحصيلهم العلمي وتفيدهم في التطوير الذاتي. صحيح. سادة جمانة، يمكن من خلال تعريفنا لجمعيتكم أن ما كان يعني من شأن فرع الكويت جمعية المهندسين الصناعيين تخفف الضغط الدراسي، ولكن أيضا أعتقد أن هناك في مجال أو أن هناك في تخصيص لتحصيل العلم للطالب الكويتي أو زيادته. شلون قادرين أنتم تسوون هذه الشغلة وهالشغلة؟ احنا نوفر مثل ما ذكرت جمانة العديد من الأنشطة للطلاب، منها غير الأنشطة الترفيهية عندنا أنشطة علمية، تكون دورات لبعض المواد اللي احنا نقدمها بالجامعة، عندنا حتى يعني دورات وندوات عامة ممكن عن طريقها يستفيد الطالب ويطور من نفسه بجانب العلمي وحتى جانب الثقافي. فيعني هو من يعني عن طريق الدورات وندوات والأنشطة اللي احنا نقومها التعليمية ممكن الطالب. شنو هي الأنشطة؟ عندنا أنشطة دورات مثل ما ذكرت، دورات متخصصة في المواد الهندسة الصناعية، فيكون في مجال الهندسة الصناعية، وعندنا مواد مختصة في يعني مواد هندسة ككل وليس مو بس متخصصة، وعندنا أشياء عامة ممكن شخص بالليدرشيب يعني يكون يطور شخص، دورات الليدرشيب، التيم ورك، الأشياء اللي ممكن تفيد الطالب يعني وهو كطالب الكلية وحتى بالمستقبل الوظيفي. جميل. طيب أستاذة جمانة، كل جمعية حول العالم أكيد يكون لها أهداف خاصة في السنة، ودنا نتعرف على أهداف الجمعية هذا العام. والله هدف هذا السنة نفس أهداف الجمعية من السنين اللي قبلها، احنا كل سنة نطمح أن السنة الحالية تكون أفضل من السنة اللي قبلها. صحيح. فنطمح أن تكون الجمعية في تطور دائم، فحاولنا أن هالشيء نطلع أكثر هالسنة. ما عندكم هدف معين ودكم توصلون له؟ هدفنا الأساسي إبراز تخصص الهندسة الصناعية. حلو. ونقوم بهالشيء من خلال أنشطتنا. كل ما زدنا أنشطتنا وكل ما كانت عامة موجهة لفئة شباب، كل ما الشباب عرفوا أكثر عن التخصص. فنقوم بهالشيء من خلال هالموضوع. أستاذ روان، إن شاء الله في مؤتمر سوف يعقد الأسبوع القادم، ودنا نتكلم عن هذا المؤتمر. إن شاء الله المؤتمر راح يكون بتاريخ 1/4 يوم السبت، راح يكون في مكتبة الكويت الوطنية. المؤتمر برعاية وزارة شؤون الشباب، وفي هالمؤتمر راح نطرح كذا موضوع، ومن الموضوع الأهم راح نطرحه إنه هو سوق العمل للمهندس نفسه. عندنا العديد من الطلبة حتى هم كطلبة يفكرون أنا وألما إن شاء الله أتخرج شنو يعني المجال اللي ممكن أشتغل فيه. فإحنا رح إن شاء الله رح يكون عندنا يعني متحدثين من القطاع الخاص والنفطي والحكومي، وعن طريقها رح يصير مقارنة بين الوظائف اللي متوفرة بكذا المجال، ورح يصير في ورش عمل يعني أيضا الورش عمل ممكن رح تكون متخصصة في المجال الهندسة الصناعية وممكن تكون عامة. رح يكون عندنا بعد يعني كذا يعني discussion panels اللي هو يكون في حلقة نقاشية والحلقة النقاشية ممكن تكون عن عند رح نجيب ناس حديثين تخرج وفاتح لهم المشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة الصغيرة أو الكبيرة هتكون، وعن طريقها يعني ممكن يعني الطالب اللي حاضر أو كان حتى مهندس
أنه يستفيد من خبرة. يعني نقدر نقول بعد هذا المؤتمر ممكن أن الطالب اللي هو لحين ما تخرج خلاص يحدد المسار اللي هو راح يمشي فيه أو الجهة اللي راح يشتغل فيها. ما شاء الله عدة فعاليات. أنا ودي أشوق أكثر عشان نجذب الطلبة لحضور هذا المؤتمر. ودي تعطيني فكرة عامة أستاذة جمانة، شنو الفائدة المرجوة إن شاء الله أو اللي أنتم تتوقعونها بعد حضور هذا المؤتمر؟ المؤتمر راح يبتدي، راح يكون يوم كامل، راح يبتدي من الفترة الصباحية لما الفترة المسائية راح ينتهي. راح نبدي بورش عمل. ورش العمل هاي لها تسجيل خاص فيها، لما حين ما فتحنا التسجيل لها. ورش العمل تسجيلكم أونلاين؟ تسجيلنا أونلاين. شيء زين. أيوة، من خلال بعد أكاونتنا إحنا قاعدين نعلن عن كل شيء. أكاونتنا IISE_Kuwait، فممكن يسوون لنا فولو ويشوفون مرة ثانية عشان أيضا هم إذا 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 اللي بيشاركون في هذا المؤتمر ورش العمل يا ريت تعطينا إياه مرة ثانية. IISE_Kuwait. جميل. كويت KUWAIT مو كويت. وين مكانه والفترات اللي راح تكون فيها؟ راح يكون بالمكتبة الوطنية. هو راح يبتدي بورش عمل وبعدين راح يصير في المؤتمر نفسه. فقبل المؤتمر راح نبتدي بورش عمل، عندنا أكثر من ورشتين إن شاء الله. فالورش موجهة للطالب بحيث إنه لما يطلع من الورشة يصير عنده شهادة معتمدة تفيده في سيرته الذاتية حق تقديم حق الوظائف. حلو حلو حلو. أي، وبعدين وقت المؤتمر ممكن يستفيد بحضور المؤتمر، راح يعني يستفيد من خبرات الشخصيات اللي جايبينها. إحنا جايبين شخصيات كبيرة. وممكن انه يستفسر يعني بطريقه مباشره معهم، انه راح يكونوا موجودين، راح يكون موجودين بعد المؤتمر بحيث انه ممكن يتواصل ويستفيد منهم. يعني مثل دروس عمليه. بالضبط. طيب تواريخ المؤتمر راح تكون؟ راح يكون تاريخ 1/4 ان شاء الله. 1/4 يعني. وراح يكون يوم السبت فعطله ان شاء الله. متى راح يبدل؟ متى راح مشروع اساس التسجيل؟ نبي التسجيل متى اساس انه اذا الطلبه ينتبهون ومن الحين يهيئون نفسهم؟ التسجيل يشوفونه ان شاء الله من اكاونتنا في انستغرام وتويتر ان شاء الله. والحضور بس للطلبه؟ لا، الحضور للجميع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عسى الله يوفقكم. كل الشكر لوجودكم الاستاذه جمانه المطوع، رئيسه جمعيه المهندسين الصناعيين، واكيد استاذه روان الاثنيان امين سر جمعيه المهندسين الصناعيين. كل التوفيق لكم يا رب. شكرا، يعطيكم العافيه.